السلام عليكم حبايبي الشطار الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. النهارده حلقتنا جميله جدا، وهتتكلم عن الانشطه الاقتصاديه في مصر. يعني ايه الانشطه الاقتصاديه؟ يعني الصناعات او الزراعات اللي بتساعد مصر ان هي تدخل فلوس او بتعمل فلوس لمصر، يعني او ناس كتير بتشتغل فيها. يعني الاقتصاد معناه ان في فلوس بتيجي نتيجه ان في مهن او في حد بيشتغل، زي الشركات والمصانع وهكذا. ففي مصر حاجات كتير جدا، يعني في صناعات كتير وفي حاجات كتير بنزرعها وخدمات كتير بنعملها للسائحين، دي بتدخل لينا طبعا دخل جميل جدا. فتعالوا كده نتعرف عليهم واحدة واحدة. أول حاجة، مصر بتستخلص حاجة من باطن الأرض اللي هي اسمها الحديد، وبنصنع منها حاجة اسمها الصلب. طبعا تنتج مصر الصلب المستخدم طبعا في صناعة الآلات والسيارات والمنشآت وجسور وأشياء كتير. طبعا بنستخدم الحديد الصلب ده في حاجات كتير جدا جدا. بس كده مصر بتنتج الصلب بس؟ لا، ده في حاجات كتير. في برضو صناعة الأقمشة في مصر مشهورة جدا، والملابس، ومن الحاجات المهمة قوي، وكمان على فكرة بنصدرها بره، يعني عندنا صناعات جميلة جدا. في كمان القطن. القطن ده احنا بنزرعه في مصر، والقطن المصري مشهور جدا ومن المحاصيل المهمة، وده بنستخدمه في صناعة الخيوط والأقمشة اللي بعد كده بنستخدمها في صناعة الايه، الملابس. طيب في ايه تاني؟ في البلح والتين ومحاصيل كتير زي القمح والذرة والرز، محاصيل كتير جدا جدا في مصر زراعية بنزرعها وبنستخدمها وبنصدر منها كمان للخارج كتير جدا. طيب هو يعني ايه نشاط اقتصادي؟ النشاط الاقتصادي زي ما قلت لكم في الاول هو العمل او الحرفه اللي بيقوم بيها الانسان. طب الهدف منها ايه؟ سد احتياجاته، يعني هسد الحاجات اللي انا محتاجها. انا مثلا بنزرع عشان نلاقي اكل ناكله، بنصنع حاجات عشان نستخدمها زي الاقمشه او الملابس وهكذا. يعني كل نشاط اقتصادي بنقوم بيه او كل حرفه او عمل اكيد اكيد ليها دور في حياتنا، او بتساعدنا ان احنا نستخدمها او نستفاد منها بشكل ما. طبعا الانشطه الاقتصاديه في مصر كتير جدا، زي انشطه صناعيه او ليها دور في الصناعه والزراعه زي ما خدنا. طيب الصناعه، ايه هي الانشطه الاقتصاديه اللي موجوده في الصناعه؟ زي ما اتفقنا الصلب نستخدمه في بناء الجسور، صناعه السيارات، وكمان في صناعه الالات. طيب ايه تاني؟ زراعه، زي طبعا القطن وبنستخدمه في صناعه الخيوط والاقمشه، زي برضو البلح والقمح والتين، كل دول ليهم دور كبير جدا 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 في مصر، وبنصدرهم وبنستخدمهم عشان ناخد الطاقة بتاعتنا كمصريين، ومن ضمن مصادر الغذاء بتاعتنا. أول سؤال بيقول، صنف الأنشطة الاقتصادية داخل الجدول. دي الأنشطة كلها، تعالوا كده نصنفها. هنصنفها نشاط صناعي ونشاط زراعي. هنحط رقم النشاط تحت. يعني صناعة الأقمشة ده نشاط صناعي ولا نشاط زراعي؟ أكيد طبعا نشاط صناعي، نحطه تحت هنا رقم واحد تحت النشاط الصناعي. زراعة الأرز، الرز ده زراعي أكيد يعني، فهنحط رقمه رقم 2 عند النشاط الزراعي. طب زراعة البلح برضو يعتبر من ضمن الأنشطة الزراعية، فهنحط رقمه تحت النشاط الزراعي. وصناعة الغسالات دي صناعة، يبقى أكيد تحت النشاط الصناعي، يبقى نحط رقم 4 عند النشاط الصناعي. وزراعة القطن ده نشاط أكيد زراعي، فهنحط رقم 5 عند النشاط الزراعي. صناعة الحديد والصلب ده أكيد نشاط صناعي، فهنحطه عند النشاط الصناعي. يلا كده نكمل مع بعض. اكتب حرف الزاي عند المنتج الزراعي وحرف الصاد عند المنتج الصناعي. طيب خلينا كده نركز. دي كده ايه؟ طاسة، حاجة مصنوعة، يبقى أكيد منتج صناعي، يبقى نحط ايه يا ولاد؟ صاد، ممتازين. طب والغسالة؟ اسبقوني بقى، يلا ازاي ولا صاد؟ برافو عليكم، صاد. طب والقميص؟ برافو شطار، صاد برضو. السيارة؟ ممتازين، صاد. طب والخبز؟ خلي بالكم بقى، ركزوا معايا. الخبز يا ولاد احنا بنصنعه من الدقيق والقمح اللي هو يعتبر حاجة زراعية، هنحط زي. وكذلك زيت الزيتون من ضمن الحاجات اللي بنستخلصها من محاصيل زراعية، فهنحط برضو حرف الايه، الزي. يلا نكمل. عصير البرتقال اكيد منتج طبعا زراعي، عشان احنا بناخده من البرتقال او المحصول. والخاتم مين سبقني؟ ممتاز، صناعي. البلح اكيد اكيد زراعي، برافو عليكم. طيب والكاتشب بقى، هو الكاتشب منتج يعتبر ناخده او بننتجه من الطماطم اللي هي محاصيل، فهنقول عليه زراعي. واللبن ده منتج بالمناسبه هيكون زراعي، لان احنا مش بنصنعه بنخلقه، ده احنا بس بناخده من الحيوانات. الحيوانات في الغالب بيربيها مربي الماشيه او المزارع يعني، فهيكون زراعي. اما بقى السلم، فاكيد اكيد منتج ايه يا اولاد؟ اكيد منتج صناعي.
يلا نكمل مع بعض. هنحدد في الجدول اللي جاي ده المزروعات او الحاجات اللي احنا بنصنعها او بنزرعها، الزراعات ودي المصنوعات. تعالوا كده نشوف القطن، برافو عليكم، من الزراعات. طب الحديد، من المصنوعات. السيارة، المصنوعات، برافو ممتازين. التين، مين هيسبقني؟ الزراعات، برافو. الأرز، من الزراعات. طب الطائرة، من المصنوعات، ممتازين. الأواني، من المصنوعات. والتمر، من الزراعات. أما بقى الكوبري فهو من المصنوعات، والقمح شطار جدا أكيد من الزراعات. يلا كده بقى نكمل مع بعض، هنختار من الكلمات اللي قدامنا دي اللي هنقدر نملى بيه الجدول ده. تعالوا كده نشوف كأنها فزورة بالظبط، مين اللي مصنوع من القطن قدامنا هنا؟ مين الحاجة اللي مصنعها من القطن؟ مين هو؟ هو برافو عليكم، القميص. طيب مين اللي مصنوع من الحديد؟ حاجة مصنوعة من الحديد، ممتازين، الكوبري. طب مين اللي له عجلات؟ مين؟ أكيد السيارة، برافو. سيارة، ممكن الطيارة برضو بيبقى ليها عجلات بس صغيرة، بس خلينا نقول السيارة عشان هي اللي بتستخدم عجلات أكتر من الطيارة. بنستخدمه في المنزل، هيكون أكيد التلاجة، حاجة بنستخدمها في المنزل التلاجة. ونبات عندي في القطن وفي البرتقال، ممكن ناخدها بس خلينا ناخد القطن عشان البرتقال هنستخدمه في الفاكهة، ممكن قطن أو قمح يعني. القمح والفاكهة هتكون ايه يا ولاد؟ الايه؟ البرتقال او التفاحة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ما ننساش احنا لسه مكملين في حلقات كتير جدا مهمة، اوعوا تفوتوها. الحلقة الجاية ان شاء الله هتكون حلقة لطيفة، اشوفكم على خير ان شاء الله.